صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قلتم بأن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا الزمان، وفهم بعض الناس من كلامكم أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين. الجرح والتعديل ما هو بالغيبة والنميمة المتفشية الآن، خصوصا بين بعض طلبة العلم. الجرح والتعديل يا أخي من علم الإسناد في الحديث، وهذا من اختصاص الأئمة والمحدثين، ولا نعلم أحد الآن من أهل الجرح والتعديل، يعني معرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها، ما نعلم أحد الآن. هذا المقصود. نعم.